هل يمكن لتوم أن يقبلها بهذه الطريقة ثم لا يتصل بها؟ في يوم الثلاثاء لم تستطع جولي العمل جيدا، من آن لآخر تجرح يدها وهي تنسق الزهور، كانت متوترة تتمنى أن ترى توم كلما فتح أحد الباب. بعد العمل أسرعت لمنزلها دون التوقف لأخذ ملابسها المغسولة. هل يجب أن تتصل به؟ نصحها بأن تكون كما كانت بطبيعتها وليس بطبيعة جولي ميرس، هي أن تتصل بالرجل الذي تحبه بجنون وتخبره بذلك، ولكن كيف سيعرف ذلك إذا لم تتصل به وتخبره؟ فتوم ما زال يعرف أنها تركز على الزواج وأنه لا يحب ذلك. الليلة الماضية رغب فيها وكان جسمها كله مستعدا لذلك، فقد كانا مقتربين من بعضهما جدا، لكن توم لا يريد الالتزام ولا يدري أنها تقبل منه أي شيء يستطيع أن يقدمه. أنسى دعواتي حفل الزفاف، فقد كتبتهم مع الرجل الخطأ. كيف ستخبر توم أنه الرجل المناسب لها دون أن يفهمها خطأ؟ لا يجب أن يذهبا لشراء خاتمين، ليسا مضطرين لذلك، فقط أن تتشابك أيديهما أمام فيلم سينمائي في مواعدة حقيقية، أو أن يتصلا ببعضهما البعض فقط لكي يتحادثا. بمجرد أن فتحت الباب وجدت مؤشر أنسر ماشين يومض، أرادت أن تكون الرسالة من توم لكنها خافت من أن تسمعها. خلعت البالطو، لم تشأ أن تضايق نفسها بسماعها صوت أي شخص غير توم. شغلت الآلة، سمعت صوتا يقول: كنت رائعة الليلة الماضية. إنه صوته، شيء ما في نبرة صوته جعلها تظن أنه يمنحها درجة النجاح، لم يكن ذلك ما تريد سماعه. التدريب انتهى، لا شيء آخر أريد أن أعمله لك. حظ سعيد مع بيتر أو غيره، ربما أراك في مكان ما لاحقا. كيف يترك رسالة كهذه؟ أحست بقلبها ينفطر إلى تريليون قطعة. كيف يقبلها بهذه الحرارة؟ سوف يصدمها بقراره بأن يلغيها من حياته. وقفت دقائق ثابتة كمسمار مدقوق في وتد. كانت الصدمة أكبر من أن تكون مجرد غضبة، لم يهجرها فلم يتوعدا، كل ما فعله هو مساعدتها على أن تجد الأستاذ الصواب، أي الرجل المثالي. إنه سوء حظها لأنها وقعت بجنون في حب الأستاذ بارد، أي أنه غير منجذب. لا أفهم، حدثت نفسها بصوت عال وكأنها تعذب نفسها بهذا الرد على رسالته. الليلة الماضية أراد ممارسة الحب معها، لم تكن بحاجة لدروس لتعلم ذلك، ربما ظن أنه نبيل لأنه تراجع عما أراده كل منهما. الآن فات أوان أن تصرح له بأنها غير مهتمة بالزواج من الآن فصاعدا. لن تكون أبدا فتاة سيئة، وقال لها توم أن تكون بطبيعتها. هل كان يقصد ألا تمارس الحب مع رجل أحبته فعلا؟ تجاهلت الدموع المتساقطة على خديها، قررت أن تمارس كل شيء يجب أن تجربه المرأة. توم كان خيبة أملها الثانية، إنه قلبها الذي تحطم الآن لا كبرياؤها. وقالت أيضا لنفسها وكأنها تحدث توم: فلتذهب للجحيم يا توم، أنت الخاسر. تراجعت عن علاقة رائعة، فإذا لم تكن فتاة سيئة فقد أمكنها أن تكون فتاة جيدة جدا. اتصل بها بيتر يوم الخميس، أخبرها بانشغاله في العمل وعدم استطاعته الخروج معها في نهاية الأسبوع. لم تدري أحزنت أم سعدت بذلك، ثم قال: هذا هو الخبر السيء، أما الخبر الجيد فهو أنني فزت بلقب أفضل رجل مبيعات لمدة 3 أشهر، وقد كفئت برحلة مجانية إلى لاس فيغاس. تهانية، إنه حقا خبر لطيف يا بيتر. هناك المزيد، إنها رحلة لشخصين، ما رأيك في السفر معي؟ لا أعرف. عروض ومسابقات، حياة مترفة، ستكون رائعة. لست، لا تخيبي أملي، سننام في غرفتين منفصلتين إذا أردت ذلك. أقرت بأنه رجل مبيعات ناجح ولطيف، لم تقل نعم، وعدته بالتفكير، إنه ليس خطأه، إنه ليس توم. كان توم يعمل بمجلة حتى 10 مساء كل يوم حتى يذهب لشقته مجهدا، ولا يستطيع أي شيء إلا الاستلقاء على سريره، ذلك أفضل من التفكير في جولي ميرس في أوقات فراغه. حاول الاتصال بها خلال 3 الأسابيع الماضية لكنه كان يتراجع في اللحظة الأخيرة، ذلك أفضل حتى وإن كان أنهى علاقتهما بطريقة سيئة.
مجرد رسالة على الأنسور ماشين لن يغامر برؤيتها مرة أخرى والاتصال بها. تجنب محادثة دان حتى لا يعلم أخبار بيتر مع جولي. كان واقفا أمام باب محله من الداخل، فتح الباب لزبون جديد. كانت أخته التوأم تينا، جميلة مثله لكن شعرها الذهبي جميل وليس داكنا مثله. هاي، تبدين جميلة، سمينة قليلا، لكن بعض الرجال يحبون ذلك. ألا تمل من هذا التقييم؟ كنت أمزح فقط. لماذا أتيت؟ أمي عملت حتى الثانية؟ لم أحضر لرؤيتها، جئت لأواجهك. لماذا هذا الانزواء؟ إنه العمل باجتهاد لا أكثر ولا أقل. لست مدمنا للعمل، دائما كنت تجد الوقت الذي تجدد فيه حيويتك. لم يشأ أن يجادلها. أنا ودان سنقيم حفلا السبت القادم، نريدك أن تحضر. حفلة كبيرة؟ بقدر ما تتسع شقتنا، سيحضر العديد من الأصدقاء. هل من بينهم براندا؟ لا، فالعلاقة بينكما لم تنجح. وجولي، هل ستكون موجودة؟ لم ندعها، هل ستأتي؟ بالتأكيد، ولما لا؟ يجب أن يعود للحياة الاجتماعية، وأصدقاء تينا هم أطيب فرصة. وسأحضر بيرة وتشيبسي. تعال حوالي الساعة 8، سيسعد دان برؤيتك. الأسد المحبوس تذكر أيامه في البرية، فردت عليه وهي راحلة. ستقع في مكيدة قريبا. شقة دان وتينا في دور أرضي في منطقة مليئة بالمساكن، حجراتها جميلة. ذهب للحفل، سيختار ما يشاء، شقراء كانت أم ذات شعر أحمر. سيسعد بعودته لحياته الاجتماعية. استهدف ذات الشعر الأحمر لأنه أعجب بها، الجيب الأزرق الذي ترتديه والسويتر الضيق. ركز عليها، وبمجرد أن لمح جولي مع بيتر الذي احتوى ظهرها بذراعه، اتجه لأخته في المطبخ واتهمها. ماذا تفعل هنا؟ لقد قلت إنك لم تدعها. من؟ اللعنة، أنت تعرفين من؟ جولي. لم أدعها، ربما دان دعا بيتر وبيتر أحضرها. لقد أصبحا ثنائيا رائعا الآن إذا لم تكن تعلم. عظيم، أنا سعيد من أجلها، هذا بالضبط ما أرادته. أحس بثقل لسانه. لا أعلم. أعطته الصينية وقالت: أيمكنك توصيل هذه؟ ماذا تقصدين بأنك لا تعلمين؟ أنا أراهما معا، لكن لا أعتقد أن الكيمياء العاطفية بينهما على ما يرام. المرة القادمة ستقولين أن الدم لا يجري في عنقهما، كوني جادة. لا، لكنني رأيت في جولي ما تعجبت منه. تعجبت من ماذا؟ أعتقد أنها معجبة بشخص آخر. نعم، يحتمل خطيبها السابق. لا، لا أعتقد أنه ما زال في الصورة. ضحك توم وانصرف واتجه إلى ذات الشعر الأحمر ليتجاهل وجود جولي، لكنه سمع صوت تينا العالي وهي تحدث كارليل. هل يمكن يا بيتر أن تذهب لإحضار ثلج من ميني مارت؟ قال بيتر لجولي عندما عرضت مصاحبته. لست مضطرة لترك الحفل، سأعود خلال دقائق. أحست جولي بضعف قلبها حين رأت توم، وزاد الأمر صعوبة عندما خرج بيتر من الشقة. ما كان يجب أن تحضر حفل أخته؟ كيف تهرب من المكان الذي يتواجد فيه؟ دان وتينا مشغولان بالضيافة، لا يوجد إلا الحمام لتختفي به. أرادت أن تكون مع توم في كل لحظة في منامها ويقظتها، لكنها لا تريد أن تتحدث معه. كان يجب ألا تحضر. اتهمت نفسها بالجبن لأنها تريد الاختباء. رددت لنفسها أن بيتر لطيف وشكله ليس بسيء وإنه مخلص، لكن كل ما تفكر فيه هو الفتى السيء توم. فكرت في عرض بيتر السفر للاس فيغاس. هل تصدقه في وعوده لها؟ ربما يتوقع منها المزيد، لكن هذا ليس هدفها. لا تريد أن تكون امرأة مجربة. الفتاة المهذبة ستقول لا لهذه الرحلة، الفتاة السيئة ستذهب، ولم تعرف جولي نوعيتها. توم هو الذي صنع هذا المأزق، فقد علمها كيف تكون امرأة مرغوبة، لكنها لم تدرك هل أصبحت فتاة سيئة أم أنها ما زالت فتاة لطيفة ومهذبة. اتجهت لتوم وقالت: توم، هل يمكن أن أحدثك لمدة دقيقة؟ نعم بالطبع، هل يمكن أن نتحدث على انفراد؟ لا بأس، دعينا نرى، هل غرفة النوم خالية؟ ترددت فأضاف: آخر مرة دخلت فيها رأيت السرير مناسبا. لم أفكر في ذلك، كانت كاذبة.
دخلا الغرفة وأغلقا الباب وراءهما وقال: ما الموضوع؟ أردت شكرك على مساعدتك. لا العفو، لم أكن متأكدا من أنني ساعدتك كما يجب. لم يبدو مستريحا كما شعرت هي بذلك. أتمنى أن تكون قد سعدت بالتذاكر، رأيت مباريات رائعة. إذا لم تمانع أريد نصيحة أخرى. تحداها، هل لو رفضت لن تسألي؟ لا، إذا كان هذا رأيك اسألي. بيتر طلب مني السفر معه للاس فيغاس، ما رأيك؟ افعلي ما تريدينه. لست واثقة، ألا توجد قاعدة تحكم تلك النوعية من المسائل؟ آسف، لقد سئمت القواعد. جميل، شكرا. لم يتحركا، لكنه رفض أن ينظر لعينيها. نظرت إليه مليا ثم قبلته. رآها تتجه نحو الباب، لم يمنعها، اتجهت لتفتح الباب فقال لها: يجب أن تذهبي للاس فيغاس. لم تدري ما تقوله لرجل رفض آخر عروضها. أسرعت تبحث عن بيتر، وجدته فقالت: بيتر، لقد قررت الذهاب للاس فيغاس معك، هل الأسبوع القادم مناسب؟ سعد بيتر بموافقتها ولم يشعر بمدى حزنها وهو يحتضنها.